يا هلا ومرحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج فوالة. اليوم فوالتنا إن شاء الله بتكون غير، وأكيد نوجه تحية لزميلتي سهام اللي ما بتكون ويانا اليوم لأنها في إجازة، ونتمنى لها أكيد من برنامج فوالة إجازة سعيدة. والحين بننتقل لركن التراث عند زميلتي عواطف. يسعد مساك عواطف. يسعد مساك يا مروة، ويسعد مساها بعد سهام حبيبتي. وأتوقع أن كلنا ما بقول إن بدينا نحضر للعيد، خلصنا المفروض أغراض العيد. لا اليوم نتكلم عن تجهيزات العيد قبل والحين، وكيف تغيرت التفاصيل بلمات الأهل بقعدات الأهل. هذه التفاصيل الصغيرة بين قبل والحين اليوم رح نسلط الضوء عليها شوي بركن التراث. مروة جهزت العيد؟ لا، علشان شي قلت لك انه ما خلصنا بعد ما خلصنا. زحمه ما شاء الله، الاسواق كلها زحمه والمول كلها متأخرين. صح، احس خلاص الحين وقت بدل ضايع. فعلا يعني واحد يكون مجهز ومخلص يا ما راحت عليه. فعلا. شو مسوي لنا اليوم مع عواطف؟ هناك في اشياء هناك اليوم. دنجو او نخي يمي بيوصل لك بعد شوي. ما في الجيمات اليوم؟ لا اليوم ما في الجيمات. اكيد امسي على خالاتي ويعطيكم الف عافيه، وهناك اكيد يسوون هي اليوم بعد خالتي ام محمد بتقول لنا عن قبل، وخالتي ام سعيد بيخبرونا عن اجواء البيوت قبل في العيد او تجهيزات ما قبل العيد. ان شاء الله عواطف. الحين بنرحب بضيوفنا في برنامج فوالة، وعقبها بنرجع لك عواطف. اكيد مشاهدينا ضيفنا لليوم مؤلف ومخرج وفنان له العديد من الاعمال الابداعيه، سواء الاعمال المسرحيه او الاعمال التلفزيونية. استهل مشواره المسرحي في أواخر السبعينات بحيث انتسب لمسرح صقر الرشود ونشط في المسرح. ضيفنا لليوم هو المخرج والمؤلف علي الشالوبي. ضيفتنا الثانية لليوم كاتبة إماراتية لا تزال تقطع المسافات المستمرة لتحقيق حلمها في الحياة، لها دار نشر تعمل على خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برامج التأهيل والتدريب، وحاصلة على درجة الدكتوراه في مجال الميكروبيولوجيا البيئة والغذاء. رحبوا يانا بالدكتورة مريم الشناصي. حياك الله وحياكم الله، يا هلا ومرحب فيكم، نورتونا اليوم. مبارك عليكم الشهر. مساك الله بالخير، مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. السرور. تفضلوا. حياكم الله. ايش حالكم؟ شو مسويين؟ كل عام وانتم بخير. وانت طيب. بخير. الله يسلمك. اكيد نمسي عليكم. الله يسلمك، ونحن نمسي عليكم ونمسي على طبعا مشاهدي قناه الفجيره مطلع الشمس. نورتونا. ونشكركم على استضافتنا في برنامج فوالة. انا يا يوعان ترى. الحين بنجيب من هناك من ركن عواطف كل شيء، والحين بنقهويكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. خبرنا عن رمضان اول شيء، وعن تحضيراتكم للعيد بما ان اخر ايام على رمضان، وكان صحيح. الحمد لله انا ضيف خفيف. والله الحمد لله رمضان هذه السنه مختلف شوي. نعم. يعني جانا سريع وخفيف، وكان حتى الجو مناسب جدا جدا، ومر علينا سريع. ونحن اليوم طبعا في 27 من رمضان، وحقيقة يعني احنا حزينين لأنه بيرحل عنا رمضان. رمضان شهر غير، يختلف عن بقية الشهور بالنسبة لنا سواء كفنانين أو ناس عاديين، يعني لأنه في دائما الناس تلتقي، وفي طبعا ألفة ومحبة وأشياء كثيرة جدا يختزلها رمضان، وروحانيات. وإحنا طبعا الروحانيات هي أيضا في البداية. بالنسبة للاستعدادات العيد، استعداداتنا كل سنة يعني عادية جدا، ونبدأ الاستعدادات مبكر حتى ما ندخل في الزحمة. الأيام الأخيرة هذا السوق والأماكن كلها زحمة، فنحن أنا بالنسبة لي استعداداتي تكون دائما في المنتصف من رمضان. نعم. نحن ما لحقنا أنا وعواطف. أكيد ما بتلحقوا عاد اليوم مباشر. الله يعينكم. لو صرتوا الساعة 7 بتطلعوا يمكن الساعة 7 الصبح، فالله يعينكم صراحه. لا انا ما اخذ احتياطي من نص الشهر ما شاء الله عليك. اي نعم. مريم، بالنسبه لك شو تحضيرات العيد وكيف كان رمضان وياك؟ رمضان هذه السنه كان مختلف نوعا ما، لان قضيت معظمها في الصين، فكانت رحله الى حد ما متعبه لانها كانت رحله ثقافيه سياحيه، ايضا هي فيها جانب من الجوانب الطبيه والتغذويه باعتبار ان الطب الصيني له مكانته في العالم حاليا.
فيمكن الواحد يستغرب ان الانسان يختار وقت رمضان للسفر، ولكن كان ما عندي خيارات اخرى، كان وقت رمضان هو الوقت المناسب اني اسافر، لانه جاي في شهر خمسة، وشهر خمسة في بعض الدول يكون وقت مناسب للسفر. ممكن نحن نفضل نكون في بلادنا اكثر، نكون مع العائله اكثر. صحيح. لكن كانت هاي تجربتي ان رمضان خارج الدولة إلى حد ما متعب. نعم، ساعات الصيام أكيد تختلف عن الدولة، صحيح؟ ساعات الصيام تقريباً تختلف، وأحيانا البرامج تحدنا من بعض الأشياء. نعم. لكن كانت هي سفرية مهمة جدا لاطلاع على جوانب ثقافية، خصوصا اللغة العربية في الصين وبعض الدول الأخرى لغة مهمة عندهم، خصوصا بين الكتاب والأدباء اللي هم يكونون في مجال الترجمة أكثر. نعم. وحاليا في حركة ترجمة كبيرة بين دولة الإمارات وبين الصين في مجال نقل الثقافة الصينية إلى العالم العربي. نعم، الحمد لله. أستاذ علي، أنت تتكلم صيني الحين؟ تعرفين تتكلمين ولا في كلمات نيهار معينة تعلمتيها ولا لا؟ نيهاو نيهاو، هذه نيهاو اللي حافظينها ولا غيرها يعني؟ وشي شي ما أدري، سي ما أدري شو هي؟ اللي هي شي شي، شكرا شي شي، لكن شي شي شكرا؟ تقريبا احنا تقريبا هي النغمات، الأصوات عندهم تكون مختلفة، حتى لو ننطقها تطلع عندهم في نغمة معينة ما نقدر نتقنها بسهولة. مثل يوم يتكلمون الصينيين عربي تحسين انهم يتكلمون روبوت اللي يتكلم مو شخص صيني، صح؟ بعضهم يمدوا دائما، يمدوا استاذ مد دائما نيهاو، تحس فيها يعني نغمة. صحيح. فصعبة يعني، وبعدين عندهم أعتقد أكثر من لغة، أربع لغات رئيسية. رئيسية إيه؟ الصينية. فيختلفوا نعم شوي على حسب الأيوه بعد الأشكال. نعم. كل أنا أحسهم كلهم يتشابهون. دي هاي مكاين هذه. شو هاي؟ دي هاي مكاين. ما هم ترى بعد يعتبرون العرب كلهم يتشابهون. فعلًا مع إنه في اختلاف وايد أحس في الأشكال عند العرب، ولكن الصينيين يعني أحس وايد يتشابهون نفس الملامح بالضبط. صحيح. أستاذ علي، دوم نرجع في الذاكرة لأول الأعمال لأنها أول الخطوات اتجاه النجاح أو أول الخطوات في السلم، فهي اللي دوم تعني لأن هذا أول الطريق. صحيح. خبرنا عن أول أعمالك. بالنسبة للكبار يعني مسرح الكبار. نعم. أول عمل شاركت فيه عام 1979 مسرحية إنشودة المطر لبدر شاكر السياب، طبعا هو شاعر عراقي معروف يعني. نعم. وإخراج خليفة العريفي، مخرج بحريني. هذا كان أول عمل على مستوى الكبار شاركت فيه. أنا تجربتي كانت في السابق في الفريج، ومن ثم انتقلت إلى المدرسة، وبعدين جاء مسرح الكبار. فهذا كان أول عمل بالنسبة لي شاركت فيه، وتجربة جدا جدا جميلة يعني، عجلتني وصنعتني من جديد. مثل كنت طبعا مسرح المدرسي كان مسرح غير منظم، وبالنسبة لنا ما كانت في ممكن واحد يأخذ خبرات أو على الأقل أشياء جديدة بالنسبة لعالم المسرح. ولكن هذا العمل كان الحمد لله بدأنا مش مثل ما يبدأ أي واحد أو تبدأ المسارح، نشتغل بروفة وبعدين نحضر حركة ونحضر المشاهد النهائية ومكياج وملابس كذا. لا، هذا بدأنا في ورشة نتعلم. نعم. كنا نتعلم أساسيات المسرح والأشياء كلها المكملات للمسرح، ومن ثم جاء بعدين الخطوة الثانية أن نشتغل بروفة، وثم نشتغل بقية المكملات العناصر المسرحية. نعم. فكان هذا أول عمل مسرحي بالنسبة لي في 79. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة لك مريم، تذكرين أول شيء كتبتيه؟ عن شو كان الموضوع؟ أو الكتابة أصلاً بدت في المدرسة، يعني كان المدرسات والمعلمات لهم فضل في حصة التعبير. كل سنة كنا نتعلم شغلة جديدة، مثلا نكتب مقالة قصيرة، نكتب موضوع تعبيري، نكتب أحيان ما يجول في خواطرنا، أحيان لا يركزون على مواضيع محددة، أحيان هناك مسابقات. خلال فترة المدرسة كانت حصة التعبير ودور المعلمات كان لهم دور كبير، المدرسة أيضا بطرح مسابقات معينة كان لها دور. فهي بدت يعني هي عملية تراكمية، ما راح تبدأ مرة واحدة. الكتابة تحتاج دائما قراءة، يعني فترة الصيف لما كنا نشتري الكتب ونقرأ اللي هي القراءة اللا صفية الغير مرتبطة بالمدرسة، نرجع السنة الثانية نلاقي نفسنا نحن
أتقن بعض العبارات بعض الأشياء. دخلنا في بعدين موضوع اللي هي البلاغة والنقد وطبعا مجال الشعر. صحيح. كانت هاي المواد موجودة أساسا من ضمن المنهج. أنا خرجت علوم أساسا ما شاء الله. وفي الجامعة درست العلوم بعدين كملت خارج الدولة في مجال الميكروبيولوجي ومجال وكان رسالتي على التمور والأفلاتوكسين. فدخلت في مجال أصلا كاختصاص مجال مختلف لكن نفس الكتابة هي. لو كنا نحن نكتب بالعربي وتدربنا على الكتابة بالعربي تنعكس حتى لما نتعلم لغة ثانية. فعلى سبيل المثال مثلا في بريطانيا لما كنت حضر فترة اللغة كنت أكتب الشعر باللغة الإنجليزية رغم أن أنا ما سبق أني كتبت شعر باللغة الإنجليزية ولا كانت لغتي الإنجليزية هي اللغة الأساسية واللغة الأم. لكن لأن الإنسان عنده مهارات كتابية هي القواعد الأساسية للكتابة في كل تقريبا كل اللغات بتكون وحدة لكن جودة الكتابة تختلف بالإحساس وبالثقافة بمهارات معينة فهي تكون عملية تراكمية. أول شيء كتبته أكيد مواضيع التعبير في المدرسة وفي الصيف نرجع نكتب نحضر حق السنة الجاية. صحيح. شو رأيك مريم نسمع شيء منك من كتاباتك محضرة شيء أو أنا ما أكتب شعر يعني نعم. أنا ما عندي في مجال الشعر. إذا أنا أكتب أكثر شيء في مجال الروايات والقصص نعم. والمقالات وحتى نشر الكتب تكون عندك مجالات. شيء محتفظة فيه حتى ولو على موبايلك ولا لا؟ لا ما في شيء من النوتس اللي تكتبينها أو الملاحظات اليومية علشان ما تنسيها ما في شيء بعد؟ أحس الكتاب أو الكاتب رواية أو قصة عنده في الملاحظات في التليفون المفروض أنه يكون في شيء يكتبه ويطرشه وبعدين في لما يوصل البيت أو الكمبيوتر أحيانا يكون اللابتوب معي فدائما أكتب على طول على اللابتوب وخلاص. أو إذا أحيانا لما أكون مسافرة وصعب أني أشيل اللابتوب لبعض في بعض السفريات الكراسة أساسا هاي الكراسة أسير وهي فاضية وأرجع وهي تكون خلاص ما في ولا صفحة فاضية. في الطيارة مثلا ممكن الواحد يكتب لأن ساعات السفر تكون طويلة جدا. أكيد الكتابة الواحد مع الأيام تعلم أن إذا ما كتب ممكن يخاف من الفكرة تضيع فتكون مثل الأرنب اللي يختفي بسرعة. صحيح. فهي الكتابة تكون موجودة لكن أن احنا نكتمل أو تكتمل أركان الرواية بحيث أن هاي الرواية تطلع على شكل كتاب أو أن القراء يقبلون عليها في زمن كثر فيه الكتاب وكثرت فيه الأعمال الكتابية. ما نقول يعني مثلا ساعات أنا أقول أن احنا كثرت ولكن في يعني في البعض منهم مش الجميع أكيد أن في نقص بالمضمون أنا تحسين أنه مش وايد أوكي هو المضمون والمحتوى قد يكون متواضع ككتاب في عالمنا خلنا نقول في مجال محيطنا نحن في دولة الإمارات والسبب أن التجربة ما تكون ناضجة نضج كبير. الشيء الثاني ما عندنا النقاد ودور النشر أيضا اللي تعتني بالكتاب تدعم. صحيح. أحيانا دور النشر تكون مضطرة أنها تنشر فقط للنشر لأن عشان أدخل أنا معرض الكتاب كناشر وأنا عندي دار نشر مطلوب مني أن يكون عندي 50 عنوان جديد. طيب أنا في دولة عدد سكانها أساسا محدود نعم. في دولة أكيد بيكونون المبدعين محدودين نعم. الكتاب بيكونون في مجالات محددة أكيد بيكونون محدودين جدا وبالتالي أكون مضطرة أحيانا أني أنشر لأن حصل مع كثير من دور النشر بنلاقيها في خلال سنة واحدة أو في خلال 5 سنوات نشروا 200 عنوان شوي صاروا 400 عنوان العدد يتضاعف لكتاب. أحيانا الكتب هذه تكون عبارة عن هم يسمونها قفشات إنستغرامية أشياء قد تكون يعني بسيطة ومتواضعة لكن اسمه في النهاية كتاب نشر كتاب جديد طبعة جديدة هم مضطرين يكونون في السوق. هذا الواقع موجود لكن إذا كنا نبحث عن جودة كاتب وعن كتاب ومضمون هالمضمون ما يجي إلا من تجربة يكون فعلا الإنسان عنده تجربة نوعية التجربة. أنا ما أبغي أقرن التجربة بأنها تكون معاناة ليست بالضرورة تكون معاناة
فنضج التجربة والثقافة هي اللي تكون تنعكس على الكتابة ومضمونها. صحيح. يمكن هم فكرتهم أن من الممكن أن يوم يكون الكاتب أو الكاتب الروائي أو القصة شوي متواضع في انتقاء لهذه المفردات من الممكن أن توصل لأكبر شريحة من المتلقين أو القراء، لأن البعض منهم ممكن يكون مب لدرجة ثقافة عالية، ولكن أحس المفروض أن يكون في مضمون ومحتوى جدا مهم وثري علشان نتثقف أكثر ونستفيد من هذا الكتاب أكثر. هم بعضهم بعض الكتاب يعني في جيل معين متأثر بالرسوم المتحركة، فتلاقيه يكتب الرسوم المتحركة ينقلها لكتاب. صحيح. ويعتبر أن هذه رواية من الخيال العلمي، أنه ابتكر شيء وعمل رواية من الخيال. لكن لما نقرأ المفردات تكون المفردات هذه كلها من أفلام كرتونية موجودة أو طرحت، موجودة في السبعينات، موجودة في الثمانينات، مثل أفلام الكرتونية جروندايزر يبغي هو يتحول إلى الإنسان الآلي وكيف صار، بس هذا في السبعينات انكتب عنه. الخيال صحيح. العلمي هذا موجود من زمان. العلماء يعني أنا حين أتكلم كعلماء عندنا أشياء موجودة من الثمانينات نتوقع العالم في المستقبل، يعني من الأشياء اللي العلماء يفكرون فيه من السبعينات أن يكون الإنسان ذاتي التغذية، يعني يكون هو فيه كلوروفيل يطلع في الشمس ويأخذ الطاقة الشمسية فما يأكل. الحل الثاني أن كل المواد الغذائية هاي تدخل في كبسولة، أنا ليش أكل لحم وأطلع البروتين وأذبح؟ لا، أنا أجيب الكبسولات هذه فهني نبدأ نحن نتخيل. في أمريكا مثلا عشان يكون الكاتب مبدع يعيشون نفس التجربة. يقول تعال أنت هني اليوم بتستوي تتحول إلى فيجيتيريان بتاكل هاي الأكلة. بعضهم ترى ما يقدرون يتحملون أن يكون يعني نباتي لمدة أكثر من 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع تطلع عليه تغيرات، فلأنه يعيش التجربة ولأن مع أستاذ يشرف عليه يبدأ تبدأ هاي الأشياء تنعكس في الكتابة. في أمريكا مثلا يعتبرون أن هذا نشاط في الجامعة، نحن نعتبر هذا كاتب الآن. أصبح كاتب وفارض نفسه علينا في السوق أنه هو كاتب. بالنسبة لك أستاذ علي، شفتك يوم سألت السؤال وجهت السؤال لمريم شفتك مؤيد للموضوع، شو رأيك بهذا الموضوع؟ لا بالعكس، كلامها جدا جدا منطقي ومع الواقع. حتى نحن عندنا في عالم الفن والمسرح أيضا نحن نكتب، أنا كاتب يعني. نحن نكتب، أنا أكتب قصة وأكتب مسرحية وأكتب الفيلم. وعندي تجارب في أيضا كتابة للإذاعة والتلفزيون لسه ما حاولت. فمشكلة الكاتب لازم يكون عنده خيال مثل ما تفضلت. بدون خيال لا يمكن يكون كاتب. هناك بعضهم يطلع حاب يكون يطلع يكتب أي كلام مثل ما تفضلت، أنه والله ما الرسوم متحركة وشيء قديم، ويمكن هو يجيبه على أساس أنه منتج من سنة 1960 ولا 70 ويجيبه سنة 2000 ويقول أنه هذا خلاص يعني الناس نسته وكذا ويكون كمنتج. أنا أعتبرها هذه فقاعات، هذه تظهر فجأة وتنتهي تختفي على طول. يعني صحيح. الآن عندنا في الإمارات بالفعل كتاب التيك أوي هذا كثير جدا موجودين. ولكن في النهاية يرحلوا يعني بسرعة. هل تعتبر أن هذه الفقاعات أو هذه الكتابات اللي هي التيك أوي هي موجودة علشان توصل لأكبر شريحة من القراء، ولا أن لا المفروض أن هذيل التيك أوي ما يدعمونهم وما يشجعون؟ والله إحنا اللي عفستنا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الآن صارت عفسة العالم، يعني عفسة الناس، وسواء كتاب ولا فنانين ولا بأي ناحية من الناحية الإبداعية. يعني هي الآن صارت تجيب لنا أشياء ومقتضبة وأحيانا منتجة وكذا، ويحطوها ويفرضوها على العالم، والناس قاعدة تقول والله هذا صح وهو غلط طبعا، بس الناس لأنها تجيها جاهزة ومعلبة وخلاص تصلها في البيت، تصلها في أي مكان ويأخذها. فهي هاي مشكلتنا، ولكن تبقى مثل ما قلت لك هاي الظواهر تختفي بسرعة مشكلتها. لأن ما فيها روح الإبداع، ما فيها ذاك النفس الجيد، ما فيها ان الكاتب او هذا الشخص معايش التجربه ومعايش الفكره. يعني اعطيك على سبيل المثال، انا في المسرح مثلا قطعت شوط 20 سنه حتى بدات اكتب. يعني 20 سنه هذه اي تراكمات خبرات.
حتى عرفت كيف اتعامل مع نصوص مسرحيه كثيره جدا، سواء عالميه او عربيه او محليه او حتى من 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 قاره اسيا اسيويه يعني بشكل او باخر. هذه كلها 20 سنه حتى يا دوب بدات اتلمس طريقي يعني واكتب تجربه مسرحيه. نعم. لكن الان اللي نشاهده انه واحد لسه يعني مع الاحترام انه ما طلع من البيضه وقال لك انا كاتب. صحيح. فهو نقل لك فكره من هنا ومن هنا. احس الكاتب اللي هو المفروض ان كلماته تعيش حتى بعد مماته. طبعا. مثل العديد من الشعراء نزار قباني. صحيح. محمود درويش. صحيح. لليوم. صحيح. نقول اثر الفراشه. صحيح. لا يرى اثر الفراشه لا يزول. نعم. لمحمود درويش. نعم. ولا هو توفى من سنين ولكن لليوم ولكن نحن باقية كلماته مخلدة. صحيح. وموجودة. صحيح. وجيلنا أيضا اللي ما عاصر أو ما كان موجود يمكن في أيام محمود درويش بعدنا نحن نحفظ كلماته وكلماته عايشة. خلنا نصير شوي أبعد لزمن عنترة بن شداد. فعلا. صحيح. فعلا معلقات. المشكلة أن واحدة عمرها 15 أيضاً. سنة. نعم. واحدة تكون عمرها 15 سنة تقدم لي المادة كمحتوى كتابي وتعتبر نفسها كاتبة وتقول بعد أنا مظلومة ظلمتني دار النشر. قلت لها يعني لحقتي تنظلمين أنت عمرك 15 سنة ومسوي لك مؤتمر صحفي وفي معرض الكتاب في الشارجة وتشتكي عليهم. قلت لها إذا أنت الحين توت بعد ما دخلتي المؤتمر وتشتكين والدورين على دار نشر بتين عندي أنا وبنشر لك. وطبعا هي تبغي حقوقها كاتبة أنها طبعا هذه لها حقوق ولها أشياء ولها. طيب أين هي حقوق الناشر من هذا الموضوع؟ بعض دور النشر تستخدم هذا الموضوع كتسويق أو تسليع للثقافة. احنا سلعنا الثقافة بأننا عندي كاتبة عمرها 15 سنة، عندي كاتبة عمرها 4 سنوات، عندي. وهي أشياء واقعية وصارت ان احنا بندخل موسوعة جينيس بأن نحن عندنا مجموعة من الكتاب، فأصبحنا نحن مفرخة للكتاب في حين نحن المفروض نكون مفخرة بكتابنا. والإحراج. صحيح. اللي نتعرض له أحيانا أن كاتب قد يكون، وهذا اللي يحصل أن يكون ضعيفة وتكون الكاتبة ضعيفة جدا ومحتوى كتابي ضعيف ولا ترتقي هذه الكتابات إلى الرواية كمفهوم الرواية ويعتبرونها تطور. نعم. وإبداع لأنهم كسروا القواعد. نحن الآن بنصير دولة مثلا معينة تونس المغرب مصر ونجلس مع فطاحل ونعتبرنا هذين ممثلين لنا. هني يكون الإحراج لنا بشكل كبير ككتاب. لذلك اتحاد أدباء وكتاب الإمارات عليه جهد كبير بأن يفرز أو ينقح الموجود في السوق، يحط معايير، يشجع الكتابة. طبعا احنا نقول في دور في المدرسة في المجتمع لبعض الدوائر الأخرى وبس. فعلا. اتحاد، لكن يبقى اتحاد الكتاب هو المهم. ودور النشر وجمعية الناشرين هي جمعية مكملة لعملية نشر وتسويق الكتب فيما بعد. أنا ما إضافة بس لكلام الأستاذ. نعم. هو أن يعني هناك في رقم إيداع أعتقد وزارة الثقافة تقريبا أو ما أعرف مين اللي تعطي تصريح لنشر هذا المنتج أو هذا الكتاب. نعم. أو هذه القصة وهذا كذا كذا هي عليها دور يعني ما تعطي إلا بعد ما يكون بالفعل تعرضه على اتحاد الكتاب أو تعرضه على ناس متخصصين. نعم. بحيث أن هذا هل يصلح للنشر أو هذا في قيمة في شيء يضيف لكن ما بيقدرون يسوون هالشيء لأن هني في حرية أنا ككاتب حرية أنا هذا أعكس نفسي الغزو والسمين كله يدخل مع بعض وكل واحد يفرض نفسه يقول لك أنا من كاتب. ممكن يكون عند الكاتب حرية للتعبير هذا كتابه وهو حر فيه ولكن المفروض أنه يكون في معايير معينة. نعم. علشان هذا الكتاب ينتشر أو يظهر يعني للقراء. ولكن أكيد نحن ما ننكر أن في كتاب عظماء في دولة الإمارات ودعموهم هم يستاهلون. منهم كانت ويانا البارحة ضيفتنا إيمان اليوسف. نعم. إيمان اليوسف. نعم. فكتاباتها جدا رائعة. أكيد. وأكيد نوجه لها تحية. البارحة كانت من الحلقات الجميلة أيضا ويانا. الحين برد لموضوعنا أستاذ حلي. العديد من الشباب اليوم مثل كلمة إعلامي ظهر من الممكن أنه ممكن قدم برنامج واحد برنامج مسابقات وكتب عن نفسه إعلامي في السوشيال ميديا يذكر الضحكة أكيد نفس الشيء صدر لي كتاب معين الكتاب عبارة عن 20 ورقة فقط
قال أنه صدر لي كتاب كذا وأنا كاتب أو الكاتب الفلاني. صحيح. هل أنت مع أو ضد هذه المسميات؟ أنه يعيش الحلم ولا؟ والله أنا ضد وسيفين بعد. هذا يعني ترى هاي المشكلة أنه كل واحد حصل له فرصة في أي مكان وخلاص اعتبر نفسه مبدع وهو سلطان زمانه وقوم عنه وخلاص يعني ما في حد يقدر يقطع عليه طريقه وهو خلاص راح يشق الطريق بكل قوة. يعني هذا غلط. يعني الآن كلمة إعلامي يجب أن لا يعني تطلق على أي إنسان. يجب أن يكون عنده يعني خبرة ودراية وتكون عنده تجارب كثيرة جدا في هذا المجال الإعلامي. المجال الإعلامي الآن مجال واسع وكبير جدا يعني. والخوف والكاتب الكاتب نروح يعني للكاتب والكاتب كذلك نفس الشيء. يعني ما كل واحد من طلع وكتب لي مثل ما قلتي 10 صفحات ولا 15 صفحة، لا والصفحة نصها بالنص يعني. والخط يعني كبير ورسومات، نصها رسومات بعد وقالت أو قال عن نفسك كاتب يعني مو مليتي. وهذا قال لك هذا كتاب وخلاص وطبع وصدر وفرضه على العالم وأنا وعندي كتاب وعندي منشور وما في مبيعات ولا شيء. المهم هو كاتب، المهم هو كاتب، هو حط الكتاب علشان ينكتب بس كاتب، وهو يشيل هذا الكتاب ويوزع على خلق الله في الدرب في الشارع بالله. والله مع أهداء، المهم الإهداء أهم أهم شيء. يوقع لك توقيع وكأنه تقول أنا ما أنت بس تقرأ الصفحة الأولى، أنت تفرد الكتاب. نعم. وشو ضحك على الوادم ولا إيش هذا؟ فالمشكلة إنه هنا صارت عندنا يعني شو تقول يا مش مقاعد، بس صارت عندنا عملية كذا إنه كل من هب ودب دز نفسه بالسالفة هاي وقال لك والله الكاتب فلان الأديب فلان. وأحيانا هو بعد ياخذ له يعني يعني اسم كذا، شوف اسم غير مختلف كذا. نعم. فتحة مسمي ما تسمي. نعم. ويحطه وانت تتعجب هذا وين من متى ما سمعنا اسم مستعار. هو من الناس اللي فهاي مشكلتهم. وبعدين الناس كثيرين يسوقوا نفسهم يعني بالسوشيال ميديا وخلاص وعلى اساس انه تعال فلان منشور له ترى هذا ما يحتاج وقم عنه ولا فلانه وهذا هو ويحكمون عليه على انه شخص ناجح او مو بناجح او كتاباته وصلت لاكبر شريحه ممكنه عن طريق اعداد الفولورز. واعداد الفولورز ما لها علاقه في نجاحه اصلا. هو يعطيهم حق هاي مثل هاي المجلات مال او جرايد هاي مال اللي يوزعوا الاعلانات الوسيط وما ادري ايش هاي اللي وزعوهم. هو يعطي كتاب يقول وزعوه على البيوت وعلى الناس، فلما تساله كم توزعت كم نسخه من كتابك انت على اساس انه تم طباعه نسخ وايد يقول لك والله انا بالالاف. صحيح. فتتعجب انت وين هذا كاتب مسكين الغبار على راسه صار له سنين ما حد اشترى من عنده وكتبه. نعم. موجوده وهذا امس طالع واربع صفحات وتوزع لي بالالاف الالاف. فهي عملية كلها يعني أنا أعتبرها نوع من التدليس. صحيح. على الناس والكذب وكذا يعني. صحيح. أتمنى يعني هاي يقول. والخوف الآن الخوف عليكم أنتم كإعلاميين منهم هذولا. نعم. هذولا الحين صاروا بكل شيء تراهم يطلع كاتب ويطلع مذيع ويطلع ما أدري إيش ويطلع كذا كذا ويحلل في كرة القدم ويحلل بهذا كل شيء وأنت اللي بيوقف قدامه مصيبة. صحيح. لكن أنا أتمنى ما حد بيودهم مع الاحترام للأستاذ. نعم. ما حد بيودهم اللي صنعونا روبوت ويطلعون بدالنا بكل شيء. أستاذ علي ومريم بنكمل حوارنا وياكم في برنامج فوالة لكن عقب هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل سريع وراديلكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا لبرنامج جفوالة عشان نستكمل حوارنا الجميل ويا ضيوفنا الأستاذ علي وأيضا الأستاذة مريم. هلا ومرحب فيكم من جديد في برنامج جفوالة. حياك الله. سفيرة الإمارات الأدبية في الهند، كل هذه المسافات ليش؟ وطبعا اللغة العربية أحيانا تكون مظلومة. نعم. في وطنها العربي، لكن وجدت أن في خارج الوطن العربي هناك عشاق للأدب العربي. نعم. الهند، باكستان، كوريا، اليابان، الصين، طاجكستان، أوزباكستان، مقدونيا، ألبانيا، كل هذه الدول أنا سافرت وعقدت فيها مهرجان للثقافة العربية.
ما عندي رعاية ولا أني مدعومة من الحكومة ولا أني أخذ أي سبونسر من أي حد، أنا السبونسر لهذه المهرجانات الثقافية للثقافة العربية. ألتقي مع كتاب وأدباء، وأحيانا يشاركوني بعض الأدباء من دولة الإمارات، معظمهم من دولة الإمارات، وبعض الشعراء إذا حبوا أنهم يشاركون. لكن تواصلنا مع المختصين بالأدب العربي في خارج الوطن العربي صار مقل، صرنا في وطننا العربي نعطي اللغة الصينية، اللغة الإنجليزية، اللغة التركية، اللغة الكورية. نعم. بتأثيرنا من المسلسلات والأفلام نزو ثقافي مختلف، فأصبحنا نهمل اللغة العربية، ومن يتحدث كلمة عربي وبينها 10 كلمات إنجليزية وبعدين كلمة عربي وعشر كلمات. نعم. في حين يمكن يكون هو حتى ما درس في الخارج، وهي تحصل لنا كثير مع الشباب، يمكن درس في الجامعة الأمريكية شوية أو وخلاص هو ما يعرف اللغة العربية. صحيح. وانسلخوا من اللغة العربية واعتبروها شيء، يعني الآن يبون يضمون اللغة العربية في بعض الجامعات في الدولة. نعم. إلى قسم التراث، كأن التاريخ والتراث واللغة العربية في قسم واحد، في حين في بعض الجامعات وعلى سبيل المثال الجامعات الهندية اللغة العربية لها مكانتها، الحكومة الهندية تدعم اللغة العربية، كل سنة يتم تكريم أستاذ أو دكتور من الجامعات الهندية من قبل رئيس جمهورية الهند متخصص في اللغة العربية، أعطوا اللغة العربية اهتمام. على سبيل المثال في ولاية كيرلا يعني الحكومة أعلنت في المهرجان الثقافي للغة العربية أن هناك 10,000 وظيفة مدرس لغة عربية. نعم. أحيانا من الأعداد اللي تدرس اللغة العربية يكونون حملة ماجستير لكنهم يدرسون في المدارس. نعم. بسبب إقبالهم الكبير على دراسة الأدب العربي. أنا لا أتحدث عن اللغة العربية كلغة تعبدية، لأن فقط لأنهم مسلمين لابد أن يتقنوا اللغة العربية، ولكنهم مهتمين بالأدب العربي. لما يجيني هندي ولم يرى ويشاهد الوطن العربي ولكن يكتب المقامات ويكتب الشعر العربي وينافس، لذلك هناك جائزة اسمها جائزة الياسمين للشعر العربي، كل سنة أقيمها في الهند للشعراء الهنود على مستوى العالم. أن لم أجد من عشق اللغة العربية مثل الهنود، بالتحديد الهنود. لذلك هي فكرة أن يعني لما نرى الهنود يتكلمون اللغة العربية ويحترمونها، ويقف أستاذ جامعي في المهرجان ويقول نحن هنا خدام العربية، كلمات قوية تخجلنا نحن كعرب أن نحن أهملنا هذه اللغة وسيطرت علينا لغات أخرى بحجة أن هي لغة البزنس. لأننا في الصين كان شخص يحاول يشجعني لأن اللغة الصينية هي ستكون لغة المستقبل، قلت لكن في نهاية المطاف اللغة العربية ستكون لغة الجنة. نعم. وليست أيضاً في شيء يشعرنا بالأمان، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال بأن اللغة العربية هي لغة المستقبل، فهذا ما يشعرنا بالأمان، لأن فعلا والأمل، لأن الحين ذكرتي أن العديد من الجامعات اليوم شوي لغت اللغة العربية، ولكن نحن عندنا أمل أن بالعكس هي فعلا تبقى لغة المستقبل. ظاهرة إن شاء الله نعتبرها ظاهرة يمكن لفترة محددة، فترة بسيطة إن شاء الله بتروح، أن في ناس مهتمين. ومثل ما تفضلتي سمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي وكذا، كلهم مهتمين باللغة العربية فعلا. أنا على فكرة أنا درست ماجستير في الهند في حيدرآباد في جامعة اسمها النظامية، درست باللغة العربية. نعم. يعني ماجستير تاريخ كان عندي، تاريخ دخول الإسلام الدكن في الهند. نعم. وقدمته باللغة العربية، وكان عندهم قسم لغة عربية للدراسات العليا تماما، وفي أكثر من جامعة تقريبا. نعم. عندهم ومهتمين اهتمام كبير باللغة العربية، مش من جانب حتى الديني أو الروحي، يعني جوانب الإنسانية والتاريخ والأدبية. نعم. صحيح. فجدا جدا الهند تماما. صحيح. مهتمين بهذا الجانب، جانب اللغة العربية، لذلك أنا يعتبروهم بالنسبة لهم تقريبا اللغة الأولى. نعم. هم الآن بالذات هذه المناطق هذه مهرشتا وغيرها الأولى، ثم تأتي لغة الأردو أو الهندية. صحيح. ثم الإنجليزية، بالرغم أن الإنجليزية هي الأولى في البلد بحكم الدستور. نعم. وغيرها يعني. نعم. أيضا هناك جائزة محمد بن راشد للغة العربية، فالحمد لله أن الدولة ستدعم اللغة العربية وفي نشاطات لتكريس اللغة العربية. نعم.
نروح من الموضوع اللغة العربية نرد لموضوع المؤلف. نعم. وممثل مسرحي ومخرج أيضا مسرحي، شو الأحب لقلبك؟ والله كلها زينة، بس أنا أولا وأخيرا ممثل على فكرة، يعني أنا بداياتك ممثل. أنا بدأت ممثل يعني، ولكن كلها زينة وكلها جات لظروفي يعني. نعم. يعني أنا يعني صرت مخرج، ظروف حكمت أني أكون مخرج. نعم. لأن إحنا أيضا بعد ما حضرنا مهرجانات أنا رحت دول كثيرة، لفيت 143 دولة ما شاء الله، أبحث عن أشياء بالنسبة لي أنا. نعم. أني تكون موجودة في بلدي يعني. نعم. وأطور من خلالها، فكان فرضا علي أني أجرب هاي التجارب اللي جبتها من خارج الدولة، من حضوري إلى ورش مهرجانات غيرها، أني أجربها في الإخراج حتى أشوف مدى يعني الحضارات كيف تتلاقى مع بعضها بعض يعني بشكل إنساني. نعم. ثم كذلك أيضا الكتابة أيضا فرضت، لأن جينا في وقت من الأوقات أنه عندنا الكاتب المسرحي للمسرح بالذات. نعم. يعني تقريبا صار قليل جدا العدد، ما يستطيع أن يقدم لمسارح كثيرة داخل دولة الإمارات، وصلنا إلى 18 أو 19 فرقة مسرحية، فمحتاجة إلى دائما من يرفدنا بالمسرحيات، فكنا معتمدين على المسرحيات العربية والعالمية ونخلجها نعمل لها تخليج وكذا، ما كانت تعالج همومنا نحن كإماراتيين بشكل أو بآخر، كانت تعالج هموم الآخرين، فهذا كان كاضطرار يعني حل. أنا اضطريت أكتب حتى أعايش الواقع اللي أنا فيه وعايش الهموم اللي نحن محتاجين لها، لأن نقدمها للناس من خلال المسرح. نعم. المسرح أولا وأخيرا رسالة إنسانية حالة حال أي منتج أدبي أو غيره يعني. نعم. لذلك لابد أن يكون، لكن أنا أولا وأخيرا أرجع أقول أحب إلي ما إلي هو طبعا الإخراج، على اعتبار أن الإخراج هو إبداع، الإخراج هو فكر، الإخراج في الأول والأخير خيال، فأنت تشوف نفسك إذا أنت يعني ما وصلت، متى وصلك الزهايمر ولا لا، من الخيال، لازم يكون خيالك يعني شغال. نعم. فالحمد لله دائما الكاتب المخرج لديه خيال واسع جدا، إلا أنه يترجم أو هذه الرواية أو هذه المسرحية يعني يعكسها إلى الجمهور من خلال خشبة المسرح أيا كان من مسرح. إحنا المسارح عندنا مدارس مختلفة. نعم. ولكن أنت تقدمها متحركة وتضيف إليها هذا الخيال الواسع من عندك حتى تصل إلى المشاهد بشكل سلس وجيد ويتقبلها منك طبعا. نعم. لما تقرأ أنت الرواية أو تقرأ المسرحية عكس لما تشوفها وهي متحركة من خلال الشخوص اللي موجودة فيها، فكأنك تحيي جسد ميت في المسرح. لذلك الإخراج أنا تماما أتفق معه وأنا أحبه كثير جدا، وعانيت كثير حتى أكون مخرج لأنه. نعم. اعتمدت على نفسي الكثير، لأن عملية الإخراج وصقل عملية الإخراج وتعلم جوانب الإخراج تحتاج للإنسان أنه بالنهاية هو المسؤول عن العمل. طبعا هو المسؤول، هو طبعا المخرج مش بس يعد بس المنتج ويدرب الناس وكذا. صحيح. لا، حتى هو يعتبر نفسه كاتب. أحس نجاح العمل أو فشله يقع كله على المخرج لأنه اللي كمذيع أو كممثل هو اللي يطلع أحسن شيء فيه، إنه يطلع يعني يعرف هذا شخصيته كذي، إنه حاول أن أطلع فيك هذا الجانب فإنه ينجح. طبعا لأنه هو المخرج بالأول والأخير أمامه عمل مكتوب أدبي. نعم. لازم يعمل له قراءة أولى وثانية وثالثة ويمكن يكتب ويضيف ويحط. صحيح. هذا واحد. ثاني شيء أمامه ممثلين يجيك واحد يفهم ويجيك واحد لسه مبتدئ ويجيك. صحيح. واحد عنده موهبة ويجيك واحد لحاب يطلع. نعم. حال الناس يبغي. صحيح. يجرب، فأنت كلهم هذولا مطلوب منك أنك لازم تدربهم، لازم يتعلموا. صحيح. لازم تكون عندهم خبرة ودراية،
ثم يجيك تجيك العناصر المكملة للعمل المسرحي. السينوغرافيا الآن أطلق عليها بالمسمى الجديد، بينما هي كانت أول ملابس وديكور وإضاءة وغيرها أشياء كثيرة جدا، هذه أيضا لازم تكون متماشية أو متلازمة مع الشكل الأدبي اللي أنت بتقدمه للناس. ثم تأتي بقية المكملات العمل المسرحي، حتى الدعاية والإعلان، الدعاية والإعلان ايضا مطلوبه من المخرج، انه كيف يوصل عمله للناس. صحيح. كيف يسوق عمله للقنوات التلفزيونيه او نعم. لين اي مكان. فالمخرج هو الربان، هو القائد يعني اولا واخيرا، نجاح العمل عليه وفشل العمل عليه. صحيح. ولكن الحمد لله احنا عندنا في المسرح لو فشل العمل ما يقيلوه مثل كرة القدم. نعم. من يفشل من ينغلب الفريق الحمد لله يشيلوه المدرب، نحن لا الحمد لله الحمد يعني لله. احنا نبقى ان تجربة نقول فاشلة، لا نحاول التجربة القادمة تكون للأفضل. نعم. وتكون للأفضل وهكذا. ما نعترف الإنسان بالفشل أستاذ علي نحن. لا طبعا إذا الفشل هو محاولة نجاح وخلاص، محاولة نجاح، إذا ما فشلت ما بتنجح فعلا. فلذلك تكون عندك أي الشجاعة أنك لما تفشل أو لو توصل للحد اللي أنت تطمح له كان أكبر، بس توصل لحد شوي أقل، لا مرة تشد حيلك أكثر وتضاعف جهدك وتضاعف أيضا معلوماتك وقراءاتك واطلاعاتك، وثم كذا كذا حتى لما تيجي تستلم العمل الآخر يكون افضل. صحيح. واحسن. وهذا لانه انت دائما تحسس وين بواطن او في مثل يقول الضربه اللي ما تكسر الظهر تقويه. ولكن هذه احسها مناسبه جدا لموضوع الفشل، لان الواحد يوم يفشل مره يصبح عنده مناعه وقوه. صحيح. واراده ايضا اكثر للنجاح. بالضبط هذا. صحيح. هذا طبعا نحن واقعنا. نعم. فعلا. نعم. مريم نرد بالذاكره شوي لعام 2006. قبل عام 2006 أنا بعلق على موضوع الإخراج. أنا فضلي. مش في مجال الإخراج، ولكن لنقارن بين المخرج والوزير في الدولة. الوزير إذا أصدر قرار وزاري راح يكون له تأثير إيجابي سلبي، راح يغير مجرى. نعم. اتجاهات معينة، له تأثير على الناس، على المجتمع، على الاقتصاد، على البيئة. قرار جدا مهم. أنا أقول دائما اللي يبغي يتعلم الإدارة يصير عند المخرج، يشوفه كيف يخرج العمل. مجرد مشاهدة المخرج وهو يخرج العمل المسرحي، يخرج أحيانا أعمال على الهواء مباشرة، عند برنامج فلان تغير، فلان تأخرت، فلان كذا، فلان كذا، مشكلة تحصل بين المجتمع واللي هو يديره، هي قمة مهارات وفنون الإدارة تجتمع في هذا المخرج. المخرج ممكن هو شخص ما ينام، المخرج. صحيح. ممكن يسهر ويتابع عمله. الإخراج فعلا من يريد أن يتعلم شو معنى الإدارة يشوف يبلى مخرج ويراقبه، بس كيف يدير. ممكن يصارخ، ممكن يضرب بعد. صحيح. لكن بعد ما ينتهي العمل وينجح وينفعل ويعصب ويصارخ، ممكن يسوي أي شيء، ولكن نلاحظ أن الفريق كامل يسمع هذا المخرج. هو اللي يضبط الممثل الجميع. الناجح. نعم. الممثل الناجح يحترم ويقدر المخرج حتى لو وصل أنه ممكن يعلي صوته إلى آخره. يتم هذا الاحترام موجود في الفريق، لأن معروف قائد الفريق هو فعلاً المخرج. فاللي يبغي يتعلم الإدارة دائما أقول أنه بس يراقب المخرجين. صحيح. يحضر أي عمل لو عمل بسيط، هذا المخرج عنده كل الإبداعات. ودائما يعني حتى أنا في المقابلات لما كنت أقابل للوظائف أسأل الشخص، تحب المسرح، تحب السينما، تحب الكرة، أشوف شو الأشياء اللي يحبها. لأن حتى فريق الكرة إذا ما كان متجانس والكابتن ما عنده القدرة أن يخلي هذا الفريق متجانس راح يفشل. لذلك أعتقد قبل ما يوصل الواحد إلى أن يكون وزير في الدولة يراقب المخرجين كيف. صحيح. يخرجون هاي الأعمال بجهد، يعطي مش بس بنقول من قلبه، يعطي من كل جين من جيناته، يعني يعطي حياته لهذا العمل. ولما يجون مسرح الشارجة وتدخل المنافسة بين في المسرح الخليجي، المسرح الخليجي منافسة بين عدة دول خليجية في عمل واحد. نعم. مسرحي بعد المسرحية في نقاشات، وهي النقاشات أحيانا الإنسان يجلد. نحن كمشاهدين نراقب الحركة، نراقب التعامل فيما بينهم. فالمخرج أنا أقول يبغي يتعلم فنون الإدارة دائما يراقب المخرجين. نرد بالذاكرة لعام 2006،
لجائزة أفضل عضو تدريس، صحيح؟ اللي أنا اشتغلت في جامعة الشارجة لمدة 5 سنوات، كنت رئيس قسم الصحة البيئية، خرجت عدد من الكوادر الوطنية في مجال التفتيش والرقابة الغذائية ومجال الصحة البيئية. كانت لي أعمال كثيرة في مجال خدمة الجامعة والمجتمع، وتوجت هذه الخدمات والإنجازات بتكريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة والرئيس الأعلى للجامعة. فكان يعني شيء افتخر بانه قدر هذه الانجازات لي. الحمد لله. كنت توني متخرجه، ماخذ مخاطره لكل مجتهد نصيب. اكيد. فكانت هي الفتره اللي يعني انجازات كثيره في زمن جدا قصير. الحمد لله. وكان معظم الملتحقين بالبرنامج من مواطنين اماره الشارجه وبعض الامارات الاخرى، وتم توطين عدد كبير. احنا احيانا نستصعب التوطين في دوله الامارات، لكن كان بكل سهولة في أقل عن 5 سنوات، 3 سنوات تقريبا، تم توطين عدد من الإدارات وبكوادر وطنية جاهزة مؤهلة ومدربة ومؤهلة في مجالات تخصصية في الصحة البيئية والسلامة الغذائية والتفتيش والرقابة. فتوطنا، صار عندنا كوكبة من المواطنين المتخصصين في هذا المجال. نرد لك أستاذ علي. أرد أكثر أوقات لي علشان المسلسلات تنتشر فيها المسلسلات هو شهر رمضان المبارك. صحيح. أكيد، لأن العديد عندهم إجازات ويأسين في البيت، فأنا أكثر موسم لي المسلسلات هذا الشهر. لاحظنا مؤخرا بعد انتشار المسلسلات التركية والأفلام التركية على اليوتيوب، عندهم طريقة بالتصوير والإخراج اللي هي التدقيق بالتفاصيل، الكاميرا تلف حول الممثل أو حول البيت. هل أنت، ولاحظنا مؤخرا في المسلسلات اللي ظهرت في رمضان هذا، أن انتشر في المسلسلات العربية طريقة التصوير في المسلسلات التركية، هل أنت مع أو ضد؟ شو رأيك بطريقة التصوير هذه؟ عقبها بقول لك رأيي كمشاهد، كمشاهد عادي ما يخصني بالتلفزيون. والله شوفي أستاذة، بالنسبة إلى هاي الشغلة يعني هم تدعوها يمكن الأتراك والمكسيكان وبعض الدول، ما أذكر يعني بتدعو بعض طرق للتصوير، هم نوع من الإثارة والتشويق فيها يعني. نعم. ولكن بحكم انهم يعني هو يعتبروها من الشوت او اللقطات السريعه اللي دائما تعلق عند المشاهد، هم يعتبروها فيها نوع من انها اضافه، فالاضافات دائما في السينما او في التلفزيون تعمل شوي عند المشاهد يعني استذكار وكذا غيره. نعم. بس هي اللي كانت لضرورة يعني، مش كل المسلسلات فقط للتشويق. اي بس فقط. يعني انا كمشاهد احس يعني صداع من لفة الكاميرا. لا صداع بالفعل، وانت حتى الامريكان استخدموها في الافلام لفترة ثم تركوها، بس كانت الافلام الاكشن والحرب فيها حرب واللي فيها دائما يعني، بس تركوها لانه بالفعل صداع. نعم. وبالفعل المشاهد يعني يكون مشتت، تحسين خلاص تعبت والله تعبت المسلسل ساعة. بس جماعتنا الله يهداهم مصخوها عاد اوفر وايد اوفر يدورون يعني. انت ممكن تاخذها شوي كذا ترفيه يعني. لقطه زين لفه واحده، مو كل لقطه لفه والله احس يديني صداع. لكن ممكن ان نحن نلاحظ في عالمنا العربي او في مجتمعنا الخليجي، خلينا نركز عليه، ان معظمهم اخذوها بالخبره او يعني بالممارسه، ما درسوا. فعدم وجود جامعات او كليات متخصصه في التدريس، لان كل هذه الفنون او المراحل الفنيه بيكون هو تطرق لها ومارس عمل فني في الجامعه وبعدين يطلع للمجتمع، فيكون هذا الشخص مثل لما تكلمنا عن الكاتب، انه هو مستعد انه يتلقى ويعتقد ان هاي فكره جديده هذا ابتكار، فيتم يلقط لانه ما عنده الاساسيات القوية اللي تأهله بأن لما يتخرج من الأكاديمية في مجال الفنون، في مجال التصوير، في مجال المسرح، عنده كل القواعد الأساسية، فعارف هو منطلق إلى أين. يعني نحن في كلية العلوم انطلقنا من مثلا من مفاهيم ونظريات سبقونا علماء، لكن نحن لو ما درسنا هاي النظريات كنا بنعتقد أن نحن أول ما نكتشفها، نحن أول ما نفكر فيها. لا، في علماء قبلنا فكروا، مثل نظرية داروين اللي هي مشهورة بين الناس، لكن يمكن في
في نظريات ثانية غير معروفة، والكل صار يفتي في نظرية داروين. العلماء والمتخصصين في هاي النظرية ما يتكلمون فيها، ليش؟ لأنهم واصلين إلى قناعات معينة وعارفين شو أبعاد هاي النظرية، وعارفين أن النظرية هاي لا تتحدث أن الإنسان كان قرد واستوى إنسان. نعم. يعني فهم الأساس العلمي لما يكون متوفر، القواعد الأساسية في الأكاديميات. لذلك نلاقي مثلا مصر في فترة من فترات هي دولة ناجحة بكل المقاييس، لأن عندهم أكاديميات في كل شيء. نعم. إذا تكلمنا في بداية الحلقة على اللغة الصينية، كلية الألسن في مصر والترجمات اللي حصلت للكتب من الصيني للغة العربية، الفضل يرجع للمصريين، لأن عندهم كليات وعندهم أكاديميات وعندهم علم تراكمي موجود في هذه الأكاديميات، وكل جيل يتعلم من الجيل السابق فيصحح أخطاء الأساتذة اللي كانوا موجودين. يعني هو عنده مرجعية يرجع للبروفيسور اللي كان موجود في الجامعة، فكم جيل يعني ياخذ من الجيل السابق. حتى بعض الأساتذة في بعض النصوص الأدبية في بعض الأعمال يقول لا، ما أنا كنت أفكر مثلك لأنك. فإذا في حوار الأكاديميات، مصر كانت قوية بأكاديمياتها، لما ضعفت الأكاديميات أو قل مستواها التعليمي أو ضعفت في بعض المجالات، لقينا في انحدار في أشياء انعكست. نعم. على أشياء أخرى. أضم صوتي لصوتك. بس أنا بضيف. نعم. أستاذة، هي مش مع كلام الأستاذة، هو المشكلة أنه التقنيات اللي جاتنا هي التقنيات الجديدة اللي جات. نعم. لنا أخذناها ووظفناها عندنا بدون أن ندرسها وبدون. نعم. أن نأخذ عن أفكار، بالذات مثلا أقول لك هذا اللي يدور. نعم. يدور بهذا، هذا الآن يستخدموا طائرات الدرون هذه. صحيح. هذا الآن. نعم. كل المسلسلات وكل كذا. صحيح. أنا برأيي الشخصي أن المخرج هو الشخص الوحيد اللي صعب أنه بس يدرس أكاديميا وينفذ بس اللي مكتوب في الكتب أو النظرة في الكتاب بس، لأن أحس أن المخرج عنده رؤية إخراجية. صحيح. إذا ما حط لمسته ونظرته ورؤيته هذه. وخياله بطريقة تصور حركة الممثل. نعم. ما بينجح أبدا وما بتكون له بصمة في عالم الإخراج أو في أي شيء. الحين بننتقل أستاذ علي ومريم لي زميلتنا عواطف لركن التراث علشان تشربون قهوتكم براحتكم. شكرا. والحين لك عواطف، يعطيك العافية حبيبتي. مروة، ويعطيكم العافية ضيوفنا أستاذة مريم وأستاذ علي، يعطيكم العافية، سوالفكم حلوة. تفاول على راحتكم، نحن شوي بنسولف ويا خالتي محمد وخالتي مسعيد بيخبرونا عن تجهيزات قبل تجهيزات العيد. خالتي أم محمد الوالدة. نعم. خبريني عن بيتكم كذي قبل، خبريني عن بيتكم قبل العيد، كيف تكون أجواء العيد؟ شو كنتوا تسوون؟ والله أول أجواء العيد أحلى عن الحين. أحلى عن الحين. نعم. شو الفرق؟ شو اللي أحلى عن الحين؟ أول الحرمة عزيز الله تقص الرأس. والحرمة تتحني والريال يتحني ويدقوا الحنة في البيت. أول خلوا للحين نتحنى. زين نتحنى، لكن أول حنى البلاد. هي هم يسمونها أمس علمتنا خالتي مسعيد الحين حنى الصالون. سويتي اليوم باكر صبح سويت حكة بس يوم يومين ثلاث وتقشر. هي ولا حنى البلاد إلا يغضي لي سكب عزيز. متى يسوون الحنى؟ ليلة العيد ولا قبل العيد بكم من يوم؟ إلا حنى البلاد. حنا البلاد لازم تحنين دورين ثلاث ادوار اربع ادوار يلا يستوي مثل العباد. لين لونه يغمق. هي. لانه ما في شيء بس ماي وليمون. ايه ماي وليمون بس. زين هذه البنات يتحنون وباقي الاجواء شو يجهزون بعد للعيد؟ الملابس. ملابس. ايه ملابس. لا عنده ماكينه يخيط روحه. واللي ما عنده؟ اللي ما عنده يودي حرمه خيط، حريم يخيطه. في حريم في البيوت كمان. انا روحي خايطه. أنا روحي خايطة في ديني. والحريم اللي عندهم يهال يعني عندها ولد اثنين ثلاثة كانت تفصل هي تسوي هي تفصل بروح تفصل تسوي حق يهال تفصل روح وإذا ما يقدر بعناس تفصل لنا إيرانها هي تساعدهم. ما كان في مشغل أو مكان يعني حرمة تسوي في البيت بالبرة والخيط. بالبرة. يعني ماشي مكاين أول. حتى أول بعد حوي ماشي. تدبين هذه الديمة. هاي. هذه تعرف. هاي. يهدوا الديمة ويدخلوها بالبرة ويخيطوا فيها. هاي. وشي هذا يكونوا مشتغلين مثلاً هذا التلي يكون جاهز بس يركبون على. أول بعد التلي ما وايد يعني. ما وايد. أقل. ما وايد تلي.
يسوون كيف كانوا يزينون الفساتين؟ يسوون بتلين ثلاثة من على اليدين بعد يمكن يمكن اثنين كده وكل واحد قطع مقدوره يعني خلوه بالأكل يعني التجهيزات الفوالة الريوق أول يوم أول يوم العيد أول يوم الساق الخبيص الموز العربي أول يوم هنا عندنا أول يوم العيش واللحم قدر العيش هذا الدبيحة أبعد بس على الفوالة هي على الفوالة على ريوق لا طبعا نصلى العيد السفرة جاهزة والصالونة جاهزة صينية العيش جاهزة حق أهل البيت بس ولا بعد حق الجيران؟ حق الضيوف لديك يصير أنت ما بيوش ناس تسلم عليك ما بيو أهلك ما بيو جيرانك لازم هذه الفوالة جاهزة اللي هي ذبيحة بين كل شيء قولي لي أسماء الأشياء شوفي الساقو الخبيص الساقو الخبيص الموز العربي الزيتون الهمبا الموجود عندك يعني وكلها من المزارع كلها من المزارع ماشي من أول مزارع برا أول كله من المزارع مزارع الزيتون العربي موجود عندهم الموز العربي موجود موز اسمه فريضة بقى موجود عندهم لومه حلو احنا نسميه حلاوي بس الحين يسموه لومه حلو الفندال فندال العربي احنا نسموه بطاطا حلوة احنا نسميه فندال فندال هنا احنا نسميه بعد الحين نسميه فندال لا احد منهم بطاطا حلوه بطاطا حلوه يسموه هنا احنا نسميه فندال بس شوف الحين زمن اول يعني الحين يلتفوا من ميت الحين هم بعدهم موجودين يعني في والدتهم صباح العيد اول يوم العيد ثاني يوم العيد يلفوا من بيت لبيت يعني الريايين يزورون اكثر من بيت اكثر من بيت يمكن سبعه يمكن عشرة بيوت بالفريق انا احس من اهل يعني على هم يلفوا كامل يعني شوف يو عندي البيت يعني مثل الريال يا عند البيت هنا مع الريايل راح صاحب البيت وياهم يلفوا لين يخلصوا البيوت كامل بالباكر بعد الصبح نفس الشيء لفوا يعني جاهزه كل يوم ثلاث ايام شوفي ثلاث ايام اذا ما يحطوا عيش يحطوا فريد خبز ولحم فريد يسموه في أول زمن أول الحين أنا ذابحة بحط غدا لكم جميعا فريقنا كامل الغدا كامل الفريق اليوم غداكم عندي أنت بتسوي بعد العشاء أنت عازمتنا على العشاء عندش كامل الحارة يعني أول كانت شوية قرية صغار ما يعني ما في وايد بيوت لا ما في وايد يعني سبعة عشرة بيوت من كتر واليهال خاطئ اليهال يعني معاهم وياهم ما يتركوا يهالهم الحين مع الخدامات العيال وراهم يعلموهم السنع والمذهب كيف الفواله وكيف ياكلوا بأدب واحترام زين قولي لنا الحين شو لو بتعلمين حد يعني اذا يلسوا الحريم الحين انا بقول لك الحين الحلويات انا صراحه نحط العيش هذا فريد لحم الصبح ريت قهوه يوم معاهم بس اكثر شيء الحلويات والهريس الحين الحلويات زايده زايده الحلويات حلويات الحين قبل كان لا قبل كان كان لا لا سفرة غدا قبل ماشي حلويات اول ماشي هي كان اكثر شيء بس الخبز والساقو والعيش المحمر هذا نسمه العيش خبرينا عن العيش المحمر العيش المحمر ولا يحمر ولا شكر ولا شكر وغاسلين العيش وتاحوا بالسكر سكر محمر حطوا عليه ماي وبعدين تاحوا العيش صار عيش محمر هذا يسوي الدبس عنده دبس يسوي دبس يسوي العيش المحمر بالدبس بالدبس وحطوا بالصحون شروا بنفس الصحون هذا اللي معانا الحين هاي هذه مال قبل حطوا عليه سمن ويلسوا لنا الضيف واذا ما عندهم حطوا قرص اظن حطت ام سعيد هي سوينا قرص العربي بالسمن والماء الذي عنده عسل حط قرص وعسل ولا عليه السمن من فوق يعني هو اهم شيء وصح كلام ولا ما شيء صح كانت اول ارطب ارطب وقهوه وهذا بس الاكل مالهم وفي ميلس للحريم وفي لا 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 ما شيء ميلس تحت سمره ولا تحت سدره ولا عريش في مرد هذا بس اللي عندهم زمن اول ما عندهم الحين ما يالس الريال بروحه اي بس الحرمه يجلس هنا طرف الحريم الريال يجلس طرف يجلس يعني الحين يوم يالس يعني زمن اول يعني شويه من لطافه يعني يكون عندهم الجو احسن عن الحين ما كم الحين يعني نفسياتهم ما زينه انا اقول لك الحين النفسيه ريال دخل مع حرمه يلس
قال شو هاي يسوي الريال مع الحريم؟ يمكن تغيرت وليش بعض الأمور. الحريم لا لا أول لا ظروف والله صراحة أحسن أنا نتذكر شوية يوم كنت صغيرة، خبرينا عن شيء أجواء العيد تذكرينها يوم كنت صغيرة. مريحانات يحطوها بالسمرة، مريحانة إيه مريحانة مريح. نركض بالفريق نحن والأهل والعيديات أهم شيء. العيديات يعطونا على ربيتين ربية ونصر يا بس هذا يعني لها قيمة صحيح. الربية وربيتين لها قيمة صراحة، بس صراحة أحسن أنا الحين. تغيرت الحين لا. الحين كل حد غناته ببيته، يعني الطفل بيصير عنده أهل هذا شوية إلا كان من أهلك، أهلك صح بيحننوا على الأهل اللي عندك بيعطوا، بس غريب بيصير بولد بيصير بيت ثاني جيران أبي أنت شو تسوي؟ ما حد حيك أهلك بالبيت، أروح بيصير علينا أهلك البيت. وكنتوا تصيرون لبيوت تدقون بعد بعيدين؟ لا لا ما عندي، لا لا حاسس أنسي ورا العيال بلا هي ليهال يعني هي العيال هي صح ليهال هي، بس ورا أهلهم ما يصير بروح لا حتى بروحهم بعد يمكن هي. يعني شوف القرية تفرق عن قرية ولا إحنا يعني نعرف ورا أهلنا مني أنا ما تصير ورا من دونه. حلوة أجواء العيد وخلاص ما بقى شيء للعيد، إحنا قاعد نحاول نعيش هذه الأجواء من الحين. ويعطيكم العافية خالتي محمد، ونحن مشاهدين متواصلين وياكم في برنامج فوالة، ننتقل لفاصل صغير ومن بعد راجعين. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا لبرنامج فوالة، ونستكمل حوارنا ويا ضيوفنا الأستاذ علي والأستاذة مريم. يا هلا في مرحب فيكم من جديد. كنت بنقع والحمد لله مرت بسلام. ماشي صح. شو رأيكم بالحراك الثقافي وأيضا الثقافة مش عند الشباب بالمجمل؟ كانت بتطيح الأوراق خلاص، هو يوم ما نقع ممكن تطيح الأوراق، ممكن يصير أي شيء. خذوا الكاميرا عندكم وخلل. والله الحراك الثقافي حاليا أو بشكل عام الثقافة في دولة الإمارات بالمجمل نعم، في دولة الإمارات تقريبا الآن في حراك جيد موجود، يعني في هناك بوادر موجودة في أشياء قاعدين نشوفها من خلال معارض الكتب، من خلال الشارقة الآن عاصمة الكتاب نعم العالمي، أيضا بالنسبة لنا نحن كفنانين معرض أبوظبي أيضا للكتاب، ومعرض أبوظبي للكتاب ومعرض كثيرة عندنا يعني حاصلة أيضا في داخل الإمارات، الإمارة كل إمارة أيضا عندها معرض. أيضا بالنسبة لنا نحن كفنانين بشكل عام كفن، يعني الآن ظاهرة المهرجانات السينما صحيح. احنا الان انا يعني توقفت الان عن المسرح بشكل او باخر، الان احنا الشغل كله على السينما. احنا الان عندنا اكثر من فريق سينمائي موجود، بيكسل الفجيره وعندنا الشمس الشرقيه شارقه وعندنا كذا، الان قاعدين نشتغل ايضا افلام سينمائيه، لذلك الان انتشار ظاهره المهرجانات او المهرجانات السينمائية في دولة الإمارات بشكل عام، كل إمارة الآن لديها مهرجانات. أيضا ظهرت عندنا القنوات الفضائية ومنها قناتكم يعني مشكورة، كل هذا حراك ثقافي يعني يغذي سواء كانت القنوات أو السينما أو المسرح. المسرح طبعا بشكل أو بآخر هناك رسالة ومضمون بالنسبة. أي نعم صحيح. هو الآن يعني خلاص بدأ المسرح شوي يتراجع بفعل انه السوشيال ميديا هذه المصيبه لغته تقريبا تماما، يعني صار الناس ما يذهبوا الى المسرح بشكل عام حتى يتلقوا جرعات ثقافيه جرعات غيرها، يعني لانه الناس الان صار عندها الوقت سريع صحيح. محتاجه الى شيء قريب منها نعم. عنده يقول لك انا اروح المسرح حق ساعتين بينزلونه عقب شوي في اليوتيوب وبتشوفه وخلاص، ولكن وبيقعد يشوفها الممثل على خشبه المسرح احس الصوت غير يظهر من اليوتيوب صحيح بالضبط. غير الصوره إيه إيه. أو وبعدين التجربه لما تكون مباشره تركز في المخترع والواحد ما ينساها، بينما التجربه لما تكون غير مباشره من خلال السوشيال ميديا وغيرها هذه ما يكون لها ذاك الايقاع. في طعم جميل جدا ان تجلس
تتابع وتتريى لين ما تفتح الستارة في المسرح، ويوم تنغلق أيضا وتتبنى ستارة المسرح أحس في لها طعم غريب. أيوة. في المشاهدة صحيح. صعب أنه يوصل عن طريق فيديو. شو رأيك أستاذ مريم بموضوع الثقافة بالمجمل وبشكل عام في دولة الإمارات؟ ما ذكره أخوي ذكر بعض المبادرات وبعض التوجهات على المستوى المحلي. إذا تكلمنا على معرض الكتاب، هو المعرض الشارجي للكتاب المعرض الثالث على مستوى العالم، معرض الشارجي للكتاب. تكلمنا عن المسرح أيضا موجودة، البرامج اللي هي مختصة بالمسرح المحلي، المسرح الخليجي، المسرح العربي. إذا تكلمنا على مستوى الجمعيات ذات النفع العام المرخصة في الدولة واللي أعطتها بعد آخر، لأن احنا نتكلم على جمعيات ذات نفع عام. إذا تكلمنا على موضوع تحدي القراءة العربي، ويعني هذا المشروع لن يتكرر بسهولة، إذا هي كلها أو معظمها تكون مبادرات على مستويات محلية. احنا نتكلم على المستوى الاتحادي أيضا، هل هناك أيضا حراك ثقافي يجمع ما بين كل ذلك؟ هل نتكلم فقط على معرض الشارقة للكتاب؟ هل نمسك جزئية من الثقافة ونترك مجمل الثقافة بشكل عام؟ نعم. طيب شو السؤال البسيط، ما الفرق بين العلوم والثقافة، بين المتعلم والمثقف؟ هذه المصطلحات أو هذه التعابير أحيانا نحن عاجزين عن التفرقة بين العلوم والثقافة. نحن كخريجين كلية العلوم ننظر إلى المثقف أو الثقافة بشكل مختلف عما يراه المثقف اللي يدرس الفلسفة والتاريخ. صحيح. والأدب، الأدب بكل أنواعه، سواء أدب إنجليزي، أدب روسي، أدب عربي، بكل هذه أشياء مختلفة. لما يأتون خريجين الإعلام ويتحدثون عن الثقافة أيضا هم يعكسون صورة معينة، ننقل الثقافة، ماذا يعني أن ننقل ثقافتنا إلى الآخرين أو نكتسب ثقافات الآخرين؟ هذه المصطلحات، هل الآن نحن نتكلم على دولة الإمارات ونقل ثقافتها، هل أني أنا ألبس عباية وقاية وطلعت في برنامج أنا خلاص يعني استويت أعكس ثقافة معينة؟ هل أنا بشل العيال وبوديها خارج الدولة بس بعكس ثقافة معينة؟ هل هي نحن انحصرنا في نقاط معينة، أو عندي برنامج استراتيجية كاملة للثقافة بكل مفاهيمها بكل نقاطها بخطة تشغيلية؟ ممكن أشاكس بسؤال؟ ممكن تسمحي لي؟ ذكرتي الحين في فرق بين المتعلم والمثقف، مريم تعتبر نفسها متعلمة أم مثقفة والسبب؟ شوفي احنا مثلا نتكلم على العلوم، ما هي العلوم؟ وهل الثقافة هي علم أم أنها شيء مختلف؟ هي مجموعة من الفلسفات وتندرج تحتها أشياء. احنا أخذنا خط معين أن العلم هو كل ما يكون هناك نظرية وأثبتها في المختبر ببراهينها وتتحول من نظرية إلى قانون، مثل قانون نيوتن الثاني. إذن هذا هو العلم المصمت. أما الثقافة هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن جوانب إنسانية موجودة في عقلية هذا المثقف. هي ليست فقط قراءة كتب من أنا قريت 100 كتاب وعندي في المكتبة 3000 كتاب، هي جوانب إنسانية يفتقدها أحياناً اللي هو يتعامل مع العلوم المصمتة. ولكن العلوم المصمتة هذه أو العلوم هذه هي تدعمها أو يعني نوع من الأخلاقيات. اليوم حنا لما نتكلم على نقل الأجنة في الحيوانات وفي الإنسان وإلى آخره، نتكلم على نقل الجينات، هذه هناك أخلاقيات وضوابط معينة. الآن الإنسان اللي اخترعوه بالتلاعب بجيناته في الصين وتم محاكمة هذا الشخص الآن. الآن إحنا عندنا أخلاقيات وضوابط في الجانب العلمي، ولكن في جوانب إنسانية لا نجدها إلا عند المثقفين. الجوانب الروحية هذه اللي أحيانا التعاريف تكون كتعاريف أكاديمية، تعاريف مطاطية، كل حد عنده. أنا أشوف أستاذة مريم هربت من الجواب. هربت من السؤال، أنا بخليها لين تخلص الكلام. ما بتخلصي هربت. أستاذة مريم، هل أنت مثقفة أم متعلمة؟ أنا بقول بكل صراحة متعلمة. لا مثقفة. أنت مثقفة. ترى إحنا عندنا المتعلم اللي ماخذ مجموعة من الشهادات ويصف هاي الشهادات. أنت ما صفيتيهم. ولكن المثقف المثقف اللي يكون عنده هاي الجوانب، سوى بحث، جوانب متعددة، جوانب متعددة. أنت عندك تمتلكين هذه الجوانب المتعددة. لكن صحيح إحنا الآن في زمن يعني ممكن في جملة دائما أنا أكررها بين نفسي وبين مجتمعي الصغير مع زملائي وزميلاتي.
نحن في زمن أنا أراه الآن أن نحن انتقلنا من مرحلة الثقافة إلى مرحلة السخافة أحيانا، ونعتبر ذلك نوع من الثقافة ونوع من الابتكار، بأن كل ابتكار هو التعدي وكسر حواجز. المفروض أن لا، لازم أنا أسوي شيء مختلف. صار أن هذا المفهوم مفهوم مختلف نوعا ما، يعني موضوع السخافة والثقافة يعني محتاج إلى غربلة بشكل أو بآخر. أستاذ علي، ما تشعر بأن مريم البنت المثقفة المتواضعة؟ أكيد صح؟ أكيد هي. وأنا كنت أبغيها هي تنطقها يعني، صحيح. بس هي تواضع منها، وتواضع منها قالت متعلمة. وشيء آخر، هي نكران الذات موجود عندها، لكن عجبتني هي الآن تتكلم شعرتها على فكرة. صحيح. ثقافة وثقافة حلوة هاي. أكيد عليها. وقبل شوي قالت مفخرة ومفرخة. مركزة وياك تراني ها. بس المفرخة مش بالعامية مالنا يعني. أتمنى ما يفهموها المفرخة صغاري. اللي ذكرتها قبل شوي أيضا. احنا عندنا موجود هذا اللي تقول عنه في عالم المسرح. في عالم المسرح الآن موجودة عندنا سخافة نحن. نعم. هل الإبداع؟ تفضل. سؤالي الأخير قبل ما تنتقلون لركن تراث، خايفة أخذ من وقت عواطف. هل تعتبر أن الإبداع محتاج لأن يكون الشخص متعلم؟ والله إذا ما يكون متعلم مصيبة. أو موهوب. متعلم لا أم هي موهوب؟ هي الموهبة أولاً. موهبة أولاً. الموهبة أولاً ثم تأتي الدراسة. لأن أيضاً الدراسة تسقل الموهبة. نعم. يعني يكون مثل ما تقولي معلق يعني، لكن تيجي الدراسة تعين هذا الموهوب. ولكن إذا كان شخص ما موهوب ويقتحم مجال. نعم. هم مصيبة يعني، ما عندك موهبة أنت، ما الله أعطاك موهبة. لكن أستاذ علي، في العديد من الموهوبين اللي مروا قبل وعبر التاريخ واللي اليوم أعمالهم موجودة ويتعلمون منها أكاديميا. نعم. في الأكاديميات، لكنهم هم ما درسوا أكاديميا، هم مجرد يمتلكون فقط موهبة. موهبة ممكن جدا، ممكن جدا. يعني احنا مرينا بتجارب. نعم. مع مخرجين سواء في التلفزيون أكثرها من المسرح. تلفزيون ترى يعني يجيك مخرج تلفزيوني يا أخي في الإخراج قمة موجودة في الإخراج، ولكن هو ما عنده موهبة. نعم. يعني صحيح. ما عنده موهبة بالتمثيل، ما عنده موهبة في شغلات كذا كذا. صحيح. بس هو عنده موهبة وعنده شغلة هاي مخضنة مثلا من خلال التلفزيون أو تعلمها. نعم. من خلال التلفزيون فقط. لذلك الموهبة أولا وأخيرا هي اللي تسقل بني آدم، هي اللي توديه طريق الصحيح. يعني واحد إذا كان عنده موهبة كرة قدم يروح مسرح؟ لا يمكن. فعلا. مستحيل يعني. رسالته اللي خلق علشانها ان هي الموهبه اللي موجوده فيه هو يعطيك هذا الشيء، وانت. صحيح. عليك انك تطور نفسك من خلاله، وعليك انك هذا تبدع. صحيح. وعليك انك تكون انسان يعني لك قيمه ويكون لك مكان في الشمس تحت الشمس يعني. صحيح. ومن ثم انت اذا حاب تزداد وكذا، بالرغم اني انا ارى انه الدراسه مو كل شيء، لكن الخبرة والتجارب ومشاهدتك لتجارب الآخرين. نعم. وذهابك واطلاعك بدل ما تسافر تروح باكو تجلس لي بس عشان تتمشى رايح وياك، يا أخي روح شوف تجارب الإنسانية اللي موجودة هناك من خلال موهبتك أنت اللي موجودة. نعم. سواء مثلا في الكتابة، سواء في الإخراج، سواء في الفن بشكل أو بآخر. ترى الفن متعدد. صحيح. حتى هذا الرقص فن، حتى هذا. نعم. مثلا الأشياء البسيطة اللي نشوفها على المسرح فن. لذلك. صحيح. يجب أنك تستفيد من كل مكان أنت تذهب إليه أو تشاهده عشان. نعم. تقدر تصقل. بينما الدراسة. صحيح. لو أنت حاب ممكن تستفيد ويمكن ما تستفيد، لأنه ما كل الدراسة ممكن تكون على حسب. بس في تخصصات ما فيها دراسة، يعني ركوب الخيل مثلا، فنون مهارات ركوب الخيل، هل أصير أدرس أم أني أخذ دورة؟ أنا كثير. نعم. يوني في موضوع تدريب الخيل، أحياناً أقول للأمهات أول شيء بشوف ولد هل عنده موهبة ركوب الخيل؟ واللي عنده فوبيا من الخيل هذا شو؟ لا هذا موضوع آخر، عنده فوبيا يعني وين الموهبة بتي؟ هو عنده فوبيا. لكن ممكن هي تعالج هذه الأشياء، لكن منو اللي يعالج؟ هل. نعم. نحن ممكن في زمن قصير بشكل، لأن هذا الشخص موهوب راح يتعلم في زمن جدا قصير، يعني ممكن. نعم. الناس تتعلم في 3 شهور ويتعلم في 5 أيام، وهاي صارت عندنا. فإذا هني يمكن موضوع التعليم والشهادات والدراسات الأكاديمية مع الموهبة موضوع يحتاج إلى حلقة. صحيح. أستاذ بس ثواني. تفضل. أنا مولع بالإيقاعات. نعم. الإيقاعات أنواعها وأشكالها، يعني الإيقاعات الموسيقية مش الموسيقى إلا الإيقاعات فقط يعني،
وما في دولة رحتها في العالم اللي جبت معها إيقاع، لأنه هي تميز في مختلف. متروس البيت عندي إيقاعات لكن ما عندي موهبة، ما قادر أطبل عليهم أدقدق عليهم. نعم. فالإيقاعات عندي مجرد ديكور صايرة. صحيح. أنا أحبها لكن ما عندي موهبة أنا. صحيح. فلذلك مش قادر أستعملها. نعم. لذلك أهم أولا وأخيرا الموهبة. صحيح. نعم. أستاذ علي وأستاذة مريم، يقال بأن الضيف الخفيف تمر اليلسة وياه شنها دقايق وما تنشبع من السوالف، فأنا ما شبعت من سوالفكم وكانت اليلسة شنها دقايق، ولكن خلص موعد فقرتي للأسف بزف لكم الخبر ان انتم بتنتقلون لي زميلتي عواطف لركن التراث مع السعاده مع السعاده والابتسامه، ولكن انا حزينه اني ياسا اودعكم، فتفضلون لي ركن التراث. تفضل استاذ، نورتونا في قسم فوالا. ننتقل لقسم التراث. ننتقل لقسم التراث. يعطيكم العافيه استاذ علي ومريم، اخر دقائق من البرنامج، حياكم الله. يعطيكم العافيه. يا حظك يا عواطف، يا حظك يا حظك، انت اخذتي الوقت الاكثر يعني. بعدني يا حظك. يعطيك العافيه مروه، ونورتونا استاذ علي واستاذه او دكتوره مريم، منورين هني بقسم التراث. يمكن ما في وايد وقت، بس وايد حاب اسالكم عن اثنينكم، ما شاء الله تسافرون وايد بلدان، ما شاء الله ما شاء الله. احنا هني دائما نركز على ان نحب ننقل تراث دوله الامارات برا. نعم. فهل يعني حاولتوا انكم تسوون هذا الشيء خلال، انت قلتي ان نقل التراث مش عباره عن اشياء بسيطه نفس عباء وشيله او هذه التفاصيل البسيطه، فكيف نقدر نوصل تراث بلادنا لبرا؟ هل من الضروري ان احنا نوصل تراثنا الى الخارج، ام هي موضوع الثقافه بشكل عام بمجملها؟ ما هي الاشياء لو احنا تكلمنا؟ دائما انا يعني عندي بعض التحفظات على استراتيجيتنا في نقل ثقافتنا الى الخارج. انا شو اللي ابغي انقله للخارج؟ اليوم لما يكون حسين الجسمي يغني والمصريين حتى احيانا ما يعرفوا اذا هو مصري ولا اماراتي، لكن اللهجه قدر مرات يتقن. الشخص اللي يسافر، يمكن البعض ضد هذا الكلام، بس انا كشخص اسافر برا بلادي، انا التصرفات اللي اتصرفها ترى تعكس بلادي، تعكس. دائما يقول لك انت تعكس ثقافه بلادك، فتتصرف تصرفات مسؤوله. نعم. شو رايك استاذ؟ والله انا ارى ان في جوانب كثيره يمكن كثير من الشعوب ما تعرف عنا نحن كاماراتيين، لذلك انا دائما احرص في سفراتي العديده يعني انه تكون معي بعض الشغلات. انا انسان اجتماعي، دائما اجلس مع الناس كثير، يعني انا من النوع المختلف عن اللي يسافروا، يعني مش للترفيه ولا للاستجمام، انا اسافر لاني اجمع اشياء جديده، اجلس اكتب عن المجتمعات اللي احضر معها، اجلس معها، اكل معها، اشتغل معها، اعمل معهم بشكل او باخر، واذهب الى القرى البعيده جدا. جميل. لذلك همي الوحيد انقل ثقافتي و تراثي وأشياء كلها اللي تخص بلدي إليهم بشكل مبسط. صحيح. إما أعلمهم مثلا أشياء تختص بالزي، أعلمهم أشياء تختص بالتراثيات المحكية، إما أعلمهم مثلا أشياء تختص عندنا بالمأكولات أو بغيرها، يعني هي تفاصيل صغيرة، جوانب بسيطة، وأحاول أوصلها وأقول لهم أنه ترى الإمارات يعني موجودة كذا كذا، بحيث أنه مو كلنا نحن نفس الشيء. يعني الآن الناس اللي برا ماخذين فكرة عن الدول العربية كلها واحد تعتبر يعني، وكلنا بينما هناك في جوانب مشتركة فيما بيننا كثير، ولكن في خصوصيات موجودة، وخصوصيات أيضا في تراثنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، أيضا نحن نختلف عن أقرب الدول إلينا حتى. فأنا حقيقة حريص جدا على أنقل هذه التجربة. جميل. وهذه بالفعل يعني من خلالها يعني هناك أنا عملت لي شعبيات عند الناس، صارت يحبون كثير وكذا، يعني وصلت إلى مرحلة حتى هم يحبوا أني أقدم لهم برامج تلفزيونية. جميل. لبلدهم يعني. جميل. يستفيدوا منها كهذا، ولكن أنا طبعا بحكم أني دائما سفراتي يعني محددة الأيام، وألف وكذا وأروح، عادة أفريقيا يعني أنا يسموني الحين يعني عاشق أفريقيا. صعبة يعني أن أجلس عنه فترة طويلة، خاف من البعوض ماله يلدغ، ومشكلة والله. الله يعينه. وين سافرتي وصالت نفس القصة؟
وعنده مشكله مع البعوض بافريقيا. البعوض في كل مكان، في كل مكان في كل مكان. بس مال افريقيا غير استاذه، يا الله شوي كبار يعني. يا الله يا الله. وين استاذه مريم يعني هو الثقافه اذا كنت بنقلها انقل الثقافه العربيه كادب عربي، لا اركز على شيء محدد يختص فينا او بدون الاخرين. خلينا على صعيد شخصي، وين خاطرك تسافرين؟ يعني وين خاطري اسافر؟ وين المكان اللي حبيتيه اكثر عن باقي الاماكن؟ في مجال غير الثقافة يمكن أنا حبيت إيطاليا أكثر لأن لها تاريخ كبير. صحيح. يعني من 5000 سنة الحضارة اللي موجودة كانت عندهم، تطورها، انتكاساتهم، ما زالت هي موجودة كحضارة ثقافية فيها الفنون، فيها الإبداع، فيها المسرح، فيها الأوبرا، فيها كل المقومات الثقافية. فإيطاليا هي بالنسبة لي كروما، روما هي من الدول اللي أنا فعلا فخورة، وعلاقتهم مع العرب والمسلمين مرت بمد وجزر يعني في أمور كثيرة. الحين إحنا لو تواصلنا معاهم مع هذا الجيل الجديد ممكن تكون نظرتهم مختلفة عن السابق. صحيح. لأنهم عندهم نظرة سلبية إلى حد ما، ما هذه اللي إحنا ننقلها، ترى هني نقول نحن لازم ننقل بشكل جيد. شكرا لك دكتورة مريم وأستاذة علي، نورتونا وصدق مروة قالت استمتعنا جدا بحواركم، وإحنا بعد كنا متابعين وياكم. مروة كنت بقول لك أستاذة مروة. حبيبتي يعطيك العافية، عواطف وخالاتي أيضا يعطيكم العافية. أستاذ علي الشالوبي مؤلف ومخرج وفنان نورتنا اليوم في برنامج فوالة، وأيضا مريم الشناصي نورتينا في برنامج فوالة. دكتورة مريم نورتونا اليوم. مشاهدينا انتهت حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء فيكم باكر في نفس الموعد، لا تنسون، وإن شاء الله باكر فوالتنا بتكون غير. في أمان الله.